حنا لعمة السجنية حنا كنضرو من واحد الواد الحار اللي هو جاي من السجن المحلي اللي هو واد كبير. هاد البلاصة حنا كنسكنو في الزاولة الحمدان سيدي جابر اللي هي كتضرر بهاد الواد الحار هذا، وواحد الروكار اللي هو كبير وكنضرو منه بزاف، وكاين الناس اللي كيدخل ليهم الصرف الصحي الواد الحار كيدخل ليهم حتى للديور، وكاين اللي كيدي ليهم معن وكاين يعني بعض المرات راه كاين اللي كيفيض عليه في الديور وكترجع الواد الحار كيرجع للدار. دابا المهم حنا مشينا عند جميع المسؤولين اتجهنا ليهم يعني كرئيس دائره جامعه سيدي جابر، قالوا لنا رئيس ديال جامعه سيدي جابر قالنا غتمشيو للسجن المحلي عند المدير ديال السجن المحلي. مشينا عند المدير ديال السجن المحلي وجا لعين المكان وشاف، ولكن ما كاين حتى شي حاجه والو، ما كاينش شي تغيير يعني، جا شاف وما دار حتى حاجه. تقريبا راه شي 6 شهور هادي يعني، هو راه تقريبا من نهار الدار، نهار الاول حنا قالوا لنا بالله هاد الواد ديال السجن المحلي، وهاد الواد الحار هو يعني هو قادوس كبير راه كيخرج تقريبا واحد كميه كبيره ديال الماء فيه الحشرات. دابا الحشرات الدراري الصغار كيمرضوا، واحد الدري صغير ولد هاد السيد هذا ولد ولده ولد خوه طاح، دري صغير كان يمشي يلعبوا نهار العيد وطاح وجاب الله كانوا جبدوا وغير تجرح ماشي بزاف، ولكن الحمد لله انه لقاو كانت الام ديالو جرات وجبداتو. حنا دابا كنطلبوا من المسؤولين ماشي شي حاجه بزاف، كنطلبوا غير شي حاجه قليله، هو هذا الواد الحار حنا ما طلبناش الطريق اللي عندنا والو فيها ما عادش مترو تيقولوا لنا غنصوبوها غنصوبوها، باقيين عايشين في الشتم والشطب والشوك، كدوز ضروري خاص تقيسك شوكه الا كانوا جوج طوموبيلات ما يدوزوش. حنا ما طالبناش كاع بهذا الشيء، حاجه وحده اللي كنطلبوه هو هذا الصرف الصحي اللي كيخرج لينا حنا للديور، يعني ديروا شي حل هذا القادوس على الاقل يتسد. وجا المدير حتى لعين المكان وشاف، ومشيت للجامعه ديال سيدي جابر وجاو معايا وشافوا وما داروا حتى حاجه والو. يعني الانسان غير يحس بهذا المواطن هذا اللي كيشوفو كيضر، ولا لا خويا كيشوف المواطن انه كيضر وكيشوف واحد الحاجه ان يعني يحط راسو في بلاصه داك المواطن، يعني يحيد راسو كمسؤول ولا ادنى راه هو واجب عليه انه يدير هذا الشيء في خدمه المواطن، ولكن انه يحس به ويشوف انه راه مضرر هذا المواطن مضرر لوليداته وانه عايش في البلاصه في الريحه وكيدخل ليه الصرف الصحي حتى للدار. يعني هادشي راه غير ممكن وما عرفتش شنو غادي نديروا الحل. حنا دابا كنطالبوا غير بواحد الحل بسيط، هو هذا الروكار يتصاوب او يجوا على الاقل ينقيو خويا تمايا شي تقريبا تكون شي. المهم راه جبدتوها مولا ما هو الجرح واحد الشيء، ولكن سي باس ما كاين ومضرورين اخويا بزاف، راه تشوفي الحاله كيفاش دايره، راه مضرورين بزاف. مشينا للقايد والو، مشينا للرئيس والو، جاو الناس من العماله شافوا قالك غادي نجيو غادي نزيدو في القادوس شويه غادي كذا كذا، ما تلاوجوش لدروك لحد الساعه ما جاوش.